بالشاشية وبالجبة، وكنقول أنا جبة تونسية حرير تونسي، وكنقول على الثخامة وعلى الفينة من نجم نقول كان سفيان بن قمرة هو اللي خدم الجبة هذيك. ومعنا في المباشر سفيان بن قمرة المصمم الرائع والشاب التونسي الفنان المزيان خلقا وأخلاقا والطريزة والصويبعات. مرحبا بك سفيان بن قمرة. يعيشك سامح، شكرا على الدعوة والاستضافة. أهلا وسهلا سفيان بن قمرة. الجبة اللي شفناها البارح التونسية لبسها راغب علامة من يديك سفيان بن قمرة، كيف جات الفكرة؟ حضرتوا مع بعضكم في بالو راغب علامة ما في بالو، شنو صار بالضبط؟ والله هي فكرة وكانت مفاجأة صار برشا ليا ما في بالوش حقيقة، لكن اتصلوا بي إدارة مهرجان كارتاج وشكر تام يعني للمقفين عليه وإدارة زويدي وإدارة أعمال ومدام حسنة. كانت مفاجأة حلوة برشا، كنا نحبوا حاجات تونسية فقد البروبوزيسيون يعني اقتراحات مني وهما يعني فما حاجات زادا حبوا يشوفوها. كنا والله شاكين بين مع انت تعرف يعني اما حي تونسي ولا سكروتا او قمرايه. كان الاقتراح انا نتاعي شخصيا كان وقت القمرايه مطروزه بيضاء مطروزه بالبلو يعني شويه غطيل سيدي بوسعيد وتونس. واداره الاعمال نتاع الفنان حبوا السكروتا والحرير. الحمد لله يعني كانت جبة حلوة برشا، هي باش نقول التفاصيل نتاعها هي راهو في الأصل خاطر فما شكون يعطيهم الصحة اللي بعثولي يكبروا حبوا يشوفوا الرشمة. هي بالحق هي المفاجأة أن مصنوعة من سفساري المرأة الأصلي التونسي وكان فيه رشمة أنت تعرف فلاية وإلا عين حجلة. هي كانت فلاية لكن كان اللون بتاع السفساري يمشي ياسر للسكري اللي هو لون السكروتا الحرير ومخدومة بالنور باليد 100% ومطرودة بخيط حرير لونه سكري يعني تون سيغ تون كيما جبتنا الأصلية الزمنية. والحمد لله نجحت برشا وصدر كبير عندها تونسي وعربي وخاصة يعني رغب علامة المفاجأة كانت كبيرة على خاطر أنا كنت استضافوني كنت في كنت موجود أي موجود كانوا هكا يعني يشيروا لي تصبحهم اللي معنا برافو يعطيك صحة كان فرح ده وعد دخلوا هلو في ستيج في بلوش وكانت الشاشية من هلا دواتي زادة العالمية كانت حلوة برشا مكتوب عليها رغب علامة. يعني انا بهت في التراند بركلا انتم اول وسيله تعلمت تونسي تو نتواصل معها خاطر بركلا نزلت الشو فارح نزلت كي قمت شرف لي نتعدى معك كما العاده سامح كما اول مره تعديت فيديو انا اثنين معك لما شرف نتواجد معك والله. فقلت لهم لكن الترندات والمسجات وسائل العربيه انا استغربت يعني كيفاش هو تبارك الله كما تعرف انت سامح قبل كي لبسنا عندي سام المصري ابو شهاب بتاع الحاره يعني شو حاجات بسيطه انا تفرحني برشا وما نكونش مخطله والله العظيم انا مخطله معناها كما يقولوا هذه من عند ربي لكن شي هكا ما خططتش لكن خدمت برشا وتعبت برشا. التخطيط نتاعك هو خدمتك هو تعبك وهذاك احسن تخطيط سفيان بن قمرة. ما خفتش على خاطر كيف يطلعوا له جبه فوق المسرح ينجم ما يحبش ينجم يرفض؟ لا الخوف هذاك لا على خاطر على ما نعرف انا اول مره يعني نحضر له حفل من المواجدين بالفنانين لكن برك الله كيما كنت تحكي سوبر ستار نسينا برشا حاجات دخل فرحه على الشعب التونسي. روعه 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 بالحق يعني حفله ولا اروع اكثر نهار ممكن نشوف كارتاج كومبلي. لكن خفت من حاجه اخرى انه انا تعرفني نحب نلبس يعني اللبسه اجوز كازيت بالكونترا صباط بالكلاس بالسروال بالفرمله بالبدعيه بالجبة يعني نحبك اللي كان كومبليت. أنا بهت كيفاش خاطر كيف تلبس هذاك اللي خفت منه تلبس على كوستيم يعني طقم بدلة صحيح كيفاش تعطي والله العظيم هذاك الخوف نتاعي اللي كان. لكن في المقابل الحلو فيها اللي هي السكري اللي كي يلبسها طغات على الكوستيم تاعه وظهر كان مخرجت حاجة حلوة حلوة برشا. الحمد لله الحمد لله ولا أروع
لكن هو ولا لحظة خوف الحقيقة ما إنسان تحسه ياسر يحب تونس ياسر يعشق تونس ولده خالد أو ولده هو لي يعني ولبسه الشاشية يعني حب مش هو بركة يلبس تونس كان محلية طفل كيفاش كما قال هو يواجه في بوه وبوه أنديري يخفي الدعم المعني من عند ولده صدقني رغم جيد تحت الجمهور من قدام نشوفه يعني الكيمياء بيناتهم حتى في الشاشية قالوا ما ندور شوية اسمك يكون قدام وبعد ولده حتى كي خارج معنى عرف جبرتاي قالوا كان وقتها ما دخلتش لكوليس معنى بنزني وقال لي برافو وكي صورته بالفيديو اللي صورته هذا أنا معنى كي تطغط الفيديو اللي صورته له هي قاعدة تدور في الريزو سوتيو الكل أول برافو عليك سفيان بنجام برافو عليك سفيان بن قمرة شكرا ليك وين علاش ديما نحرص اني نتكلم على سفيان بن قمرة على خاطر محلاها الجبة التونسية من عندك ومحلاها الطريزة التونسية والقماش التونسي اللي في كل مرة تزيد توري ويعني وتثبت لنا انه راهو جبتنا ما فماش ما احلى منها واللي راهو نجمو نلبسوها في كل بلاصة في كل مكان وبالعكس هي تزيد برشا في اللي يلبسها. شكرا ليك سفيان بن قمرة هذا حبيت يكون شكر ليك في المباشر تحية ليك عندك ما تقول على رغبة علي ما معز أي ميكرو معز ميكرو ولا هو راهو شرف ليه اللي يلبس الجبة التونسية أي مش نبدأ واضحين معناه بالنسبة لي أنا يلبسها راهو شرف لي هو معناه بالنسبة لي أنا اللي ديجا خدم الصورة نتاعه وخاطر أكثر حاجة قاعدة تدور تو بالترند اللي هو رغب عليه من لبس الجبة التونسية أكثر تصوير دونك ما نجمش يرفضها وإحنا نحكيو على تصاور بربي تحية لدنيا علي زميلتنا اللي ما تقربليش تاخو ما تقربلكش دنيا علي اللي تاخو في تصاور ياسر مزيانين محليهم تصاورك دنيا وين الحقيقة لهنا راهو مانيش ياسر اوبجيكتيف خاطر ما نجمش كيف نحكي على التصاور ما نحكيش على زياد الجزيري زياد زيد برافو عليك قاعد تخدم في خدمه ياسر محليها محليه الفريق الاعلامي لمهرجان قرطاج محليهم تحيه لهم الكل ما نحبش انا نسمي باش ما ننساش ما سنه المجري عبد الجليل السمراني بيان سور الوسيم جدا عبد الجليل السمراني هاله الذوادي الناس الكل محليكم ريم قيدوز صاحبتي وزميلتي وعشيرتي ريم قيدوز محليكم الكل الاولاد والبنات قديش مضوين وانتوما مهرجان قرطاج وقديش زدتوا فيه برشا شبوبية وبرشا حرفية في التعامل معز أنا الحاجة اللي فرحتني أكثر حاجة فرحتني شو خاطر نسمع فيه الشاب هذا هو شاب هكا ولا لا سفيان بن قمرة سفيان بن قمرة شاب اللي سانستيواغ راوي أي لا أنا الحاجة اللي فرحتني أكثر حاجة اللي شاب قاعد يخدم ويبدع في الارتزانان تاعنا أي إيسا سي تريز امبورتون وهذا أنا شيء فرحني على خاطر هنا فما على الأقل شباب ممن بالتراث وبالارتزانان تاعنا وقاعد يبدع فيها وقاعد يطور لها في صورة أخرى واضح أحمد الغربي مغروم ياسر بالجباب عنده أربعة ولا خمسة جباب هو انتو كارا أحمد الغربي انت لبست من عند سفيان بن قمرة لك أنا لبست في رمضان مع عند سفيان بن قمرة وعنده حتى كي يعمل لك حاجة هكا تونسية يعمل فيها لمسة انت عضخامة معناه فهمت خاطر عنده هكا الحاجة اللي تكترى جب انت تقول جب هاي الناس كل عندها جباب لكن ليه عنده فم لاتوش صحيح وحاجة أخرى معناه توا كترى تصاور كيما هذه راي هذا هو اللي سوق لتونس راه تحب ولا تكره بغفو. شفتك المهرجان اللي انت معناها تراه مهرجان كارتاج الدولي هذاك تحس بيه تونس مازالت واقف تونس زينة البلدان تخلي اي حد يشوف التصاور هذوك من اللي فان تاع راغب علامه في العالم العربي الكل في الدول الكل يشوفوا راغب علامه يولي يحب يجي لتونس يولي يتغرم بتونس واحنا نقولوا راي تونس مهما كانت الامور اللي فيها راهو الفن والمسرح والسينما والإبداع هو اللي يطور الدول راو تحب ولا تكره يا سي معز داكوردو معناه أنت الاقتصاد لازم يكون معناه يد بيد أما أنت لازم نهتموا بالتصوير نتاع تونس في الخارج لأنه اليوم نحن في وقت ما في عشرية ما كانت تونس مربوطة بفجر فلان دونك احنا اليوم ولينا نشوفوا تصاور كيما هذه رغب علامة اللي هو وولاده ومرته البارح سهرية كاملة وهم يهبطوا في الستوريز والتصاور على مهرجان قرطاج وبالجبة التونسية راهو هما ما بعضهم عندهم 10 ملايين فولورز البارح 10 ملايين فولورز رغب علامة مرته جيهان علامة خالد ولؤي ولاده الكلهم يهبطوا في تصاور حفلة رغب والجبة والشاشية والبخور التونسي والنسينا وحريرنا والرجال
الرجال التونسي يمشيو يتفرجوا الكل. شوف شافوها مع 10 ملايين تونسي كملنا نمشي كويس. انا جست فما حاجه نحب نزيد نقولها على حكايه السابوات. أي. سمحني ما هو لجنة التنظيم نورمالمون كي تعرف اللي باش يعملوا بلان ويعرفوا اللي الباركينغ اللي في سبا نورمالمون يكون فما تنسيق ما بيناتهم باش يعملوا فضاءات اخرى وين المواطنين ينجموا يحطوا كراهبهم. اما هذا يجي نحصلوهم لازم نوفروش وزيد نحصلوهم بعد نقول لهم يجاوا خلصوا، وخاصة ما ننساوش اللي الشركة هذه شركة خاصة. واضح. هكا نكونوا كملنا من يا هكا يا هكا.